ورجوعا إلى العاصمة أنجمان حيث تفقد اليوم وزير استصلاح الأراضي وتنمية السكن والتمدن حامد محمد دحلوب مختلف أقسام وإدارات الشبابيك الموحدة لمعالجة ملفات الأراضي العالقة وكذا إدارة الجباية والشؤون العقارية، حيث وقف الوزير على سير العمل واكتشاف المشكلات التي تقف حجر عثرة على سير العمل. كان ذلك برفقة الوزير وعدد من إداري الوزارة. تقرير الزميل أحمد ياسين عبد الرحمن. هذه تعد أولى زياراته الميدانية لبعض أقسام الإدارات بوزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن منذ تعيينه على رأس الوزارة حامد محمد دحلوب. استهل هذه الجولة بالشباك الموحد الخاص بمعالجة قضايا ومشاكل الأراضي، حيث تفقد مختلف الأقسام الإدارية بدءا بإدارة تقديم الطلبات، مرورا بإدارة معالجة الملفات والوثائق والمستندات، وانتهاءا بإدارة رسم الخرائط. وفي كل هذه الأقسام وجه الوزير دحلوب جميع العاملين الإسراع في معالجة جميع الملفات والإسهام في حل قضايا المواطنين. أما هنا في إدارة الجباية والحفاظ العقارية الدومين، فإن هناك ملفات كثيرة تمت معالجتها، ولكن لأسباب إدارية أو أخرى لم يتم إعلام أو إخبار أصحابها. اليوم في ناس كتار بشكو بيقولوا هم عندهم دوسيه في وصل في الإدارة وما عندهم فرصة يكفوا، وفي ناس نعنيد ناس الدومين هم كله مع السيرفيس أنا بيشين وكم كله بشكو بيقولوا علينا عندنا دوسيه كتير قاعد جاهز ونادم بدي بكفي وبيشيلها معي. عندنا 50,000 دوسيه، 50,000 دوسيه جاهز قاعد في دومين ما عاد بقدر بمشي، ما عاد مشى شغلات كفوا. عندنا في السيرفيس انا قشيني 6555 دوسيه جاهز ما عاد جاك كفوا. عندنا دوسيه مشى من دومين مشى في ميري تقريبا 58,000 قاعد في ميري قاعد يرجع. وحول الصعوبات وشكاوى بعض المواطنين من تأخير معالجة الملفات أو ضياعها وعدم التوزيع العادل للأراضي، فقد أضاف الوزير. فوق ناس مجرمين في ناس وادين ناس طبقوا القوانين وكل شيء، ناس كتير مجرمين فيه. ومجرمين ده أني ناس قمينا ضده نسوها محاربة أديل ده بس اليوم تشوفها اليوم في هيني ده وزارة إدارة كيف تفهم ناس ديمارشير يجوا 20-30 نادم كل ما يوم قاعدين هنا يجوا ديمارشير يجوا هنا في إدارة يدخل مكتب لمكتب عشان انت عندك تيران ده عندك تيران عشان يمشي يسولهم سوق هم يشيلوا منه ويمشي يسولهم سوق. كان لي شغلهم ده يوقفوه بس كيف كان ما وقفوه واحد كان لقينا اننا نكربه. وننوه إلى أن هذه الزيارة الميدانية لوزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن سيكون لها الصدى الإيجابي في حل بعض القضايا العالقة وإشكاليات توزيع الأراضي بالبلاد.